بالنسبة لحزب الله، إيران هي التي تقرر فيما إذا كان حزب الله سوف يدخل في مواجهة عسكرية مع إسرائيل أم لا. أنا شخصيا لا أعتقد بأن حزب الله سوف يقوم بعمل عسكري لاجتياح أي قسم من أراضي إسرائيل، لا أعتقد ذلك، لأنه يعلم حزب الله وتعلم إيران جيدا بأن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما قرر حزب الله اجتياح إسرائيل. هذا غير ممكن إطلاقا، لأنه إسرائيل هي الدرع الأول للدفاع عن أوروبا وعن الولايات المتحدة، هي السد المنيع الذي لن تسمح بضياعه أو انهداره مهما كلف الأمر. إيران تعلم بأن بالنتيجة حزب الله سوف يخسر، وقد صرفت عليه مليارات من الدولارات وكسبت بلدا بأكمله. حزب الله هو الحاكم الفعلي في لبنان، وهو الحاكم الفعلي، وإيران هي الحاكم الفعلي في سوريا وفي العراق وفي اليمن. إذا خسرت إيران حزب الله معناتها يعني سوف تكون خسارة كبيرة لإيران. لذلك لا أعتقد بأن إيران سوف تسمح لحزب الله للقيام بأي عمل عسكري أكثر مما تقوم به الآن. لدى حزب الله حوالي 150 ألف صاروخ، منهم صواريخ قريبة المدى، متوسطة المدى، ومنهم بعيدة المدى. إسرائيل لم تضرب المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية إلى الآن، لأنها تخشى من انتقام إسرائيل. تجد بأن حزب الله يضرب فقط المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، وهي مناطق مهجورة في الوقت الحاضر. فإذا بقيت العمليات العسكرية كما هي الحال، لا يوجد ضرر على إسرائيل ولا يوجد خطر من أي اجتياح ضد إسرائيل، ولكن ما ترغبه إسرائيل هو عودة هؤلاء اللاجئين إلى أراضيهم لكي يعيشوا يعني بأمن وبسلام. هولي عندهم أراضي، وبعدين عندهم وظائف وعندهم أشغال. هولي هلا واقفين عن العمل. الحكومة الإسرائيلية هي التي تهتم بأحوالهم، تريد عودتهم. لذلك تقول إسرائيل نريد أن تحل هذه القضية بطريقة سلمية بوساطة أمريكية وربما أوروبية. ولكن المشكلة في الوقت الحاضر أن سياسة بايدن سياسة غير ناجحة. لا لدينا علاقات طيبة مع روسيا لكي تتوسط روسيا، وليس لدينا علاقات طيبة مع الصين لكي تتوسط الصين، وكذلك مع كوريا الشمالية. إذن الوضع سيء جدا، لأن السياسة التي اتبعها بايدن منذ أن وصل إلى البيت الأبيض هي سياسة خاطئة.